على الارجح شايفين من قبل الموفيز اللي بنعملهم عنا هون بويزانك، بس يمكن ما بتعرفوا شو هن المراحل اللي بيقطع فيهم هذا الفيديو قبل ما يصير جاهز يطلع اونلاين. اول شيء بنجرب قبل ما فينا نتعرف على شركتكم وعلى البرودكت تبعكم، وهيك من بعد كذا برين ستورمينج سيشن بيطلع معنا كونسبت للفيديو، بصير فينا نكتب السكريبت. السكريبت هو اساس الفيديو، وبس يتوافق على السكريبت بنشتغل على الستوري بورد. الستوري بورد بتفسر لنا شو عم بيصير بالسكريبت فيجولي، يعني هي معموله من سكتشز اسود وابيض على السريع، بتفرجينا كل جمله من السكريبت شو في مقابلها بالانيميشن. من بعد الستوري بورد بنبلش بالديتيلد الستريشن، بهالمرحله بنرسم كاركترز، ديزاين اليمنتس، باك جراوندز حسب كل فيديو شو عايزه. بنفس الوقت بنسجل الفويس اوفر، وما بنشتغل الا مع بروفيشنال فويس ارتست مع نيتف سبيكرز تيسجلوا سكريبت بلغتهم الام. وهلا صار دور الانيميشن، وحسب ستوري بورد والفويس اوفر بنحرك الالمنتس او الكاركترز اللي انرسموا، واخيرا الفيديو تبعنا ببلش يعيش. بس بعد ما خلصنا، هلا صار دور الموسيقى والساوند ديزاين، وحسب البادجت تبعكم يا بنالف لكم موسيقى جديده يا بنقي لكم من اللايبرري تبعنا شي تراك يلبق على الفيديو تبعكم، واخيرا بصير فينا نعطيكم اتش دي كوبي عن الميوزك موفي تبعكم تحطوها اونلاين. مثل ما لاحظتوا القصه بدها وقت، بس صدقوني حرزانه لانه كل فيديو جديد بنشتغل عليه هو تشالنج لنا تنعمل فيديوز احلى واحلى. فهيك بينعملوا الويزانك فيديوز. في شيء مش واضح؟ اسالونا.